معاكم مجموعة تحفة 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 من الأدوات المنزلية، أدوات منزلية مذهلة. يلا بينا نبدأ. معا كبة استلس دورج 2 لتر، الوعاء بتاعها من الاستلس 1200 واط، تستخدم لفرم اللحمة، وكمان عملنا عنها ريفيو هيظهر معاكم حالا. مكعبات تلج استلس، المكعبات دي بنحطها في الفريزر وبعدين نطلعها ونحطها في المشروب الخاص بتاعنا. بقى صبانة بسيطة خالص وعملية، بتريحك من ان الصابون بعد ما بتستخدميه بيصفي المية منه، وكمان حلو خالص للسفنج. بصراحة اختراعات جميلة جدا. بخاخة زيت فعشان الزيت ما يتكبش منك، وبصراحة عملية وجميلة جدا برضو معانا. هي احنا بنستخدمها للبيض، مش عارف هو ليه مستخدمها للبلح بصراحة، ولكن هي قطعة بيض. تعاني من المكانس وبتجع منك كتير، فأكيد الحل في حامل المكانس أداة مهمة جدا ولابد من توفرها في كل بيت، هيسهل علينا كتير خالص. زي ما انتم شايفين كده الأداة دي بتفرغ الهواء اللي داخل الكيس، وبالتالي بتحافظ على الأكل داخل الكيس. من الأدوات المهمة طبعا في المطبخ دي عبارة عن مكشرة ومصفى وطبق، مكونة من 3 قطع لا غنى عنهم لكل أسرة أو لكل بيت، هتوفر علينا كتير خالص. المصفى الجميلة السيليكون دي عملية وحلوة خالص، بعد ما بتغسلي الأطباق والصحون والكاسات وكل اللي عندك في المطبخ بترصيهم فيها وبتصفهم لك من المية. دي ليفة مواعين سيليكون عملية وبسيطة ومتوفرة في كل المحلات، بتستخدم لغسيل الأطباق الصيني وأطقم الحلل والسيراميك والجرانيت والتيفال. وحضرتك بتشيل الشوائب من الجلاية أو الطاسة بيتكب نص الزيت، فعشان كده اللبانة دي بصراحة عملية بالمصفى بتاعتها، بتصفي الزيت من الشوائب وبعدين بترجعيه الطاسة تاني. ده كان الفيديو بتاعنا بخصوص بعض المنتجات والأدوات المنزلية البسيطة والسهلة واللي يجب توفرها في كل بيت. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل يوم حد وتلات ريفيو، ويوم الخميس والجمعة والسبت عروض. ابعتوا لنا وهتشوفوا معانا كل جديد ان شاء الله من معرض منزلي للأدوات المنزلية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.